بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، جبت لكم اليوم وصفة تريدة تاع الموس على طريقتي. وصفة تريدة اللي نشريوها في لي ساشي، ماهيش صنع منزلي ولا ماهيش تاع الدار. جبتها لكم بالدجاج اللي راهو داير ضجة والناس كلها تهضر عليه، القنوات كلهم يهضروا عليه. كاين اللي يقول لك يصلح غير محمر، كاين انا جربت به التريده ويعني وجا ما شاء الله. دوك تشوفوا معايا الطريقه وفي الاخر تشوفوا تاني تما نحضر لكم لا عجبنا ولا لا. دوك الطريقه تاعو كي تشريو حبيباتي تلقاوه مجمد يخي في لي ساشي، لكن حين تخبيوه خبيوه طول في الكونجيلاتور، مش حين تستعملوه في هذاك النهار، ولكن حين تستعملوه خليوه في الفريجيدار من تحت حتى يدوب. دركا هو نضيف يشعل، تلقاوه يشعل ما فيها حتى ريشه ولا. بصح انا كيما والفت الدجاج تاعنا نشوطو شوطتو وراها كيفاه قاعد نقص فيه. اغسلوه عادي حبيباتي كيما نغسلو الدجاج تاعنا عادي، ما في حتى حاجه مبدله ولا كيما نتعاملوا معاه كيما الدجاج تاعنا. والله صدقوني ما في حتى ريحه اخي، الدجاج تاعنا كي نشريوه تلقاو فيه هذيك الريحه دي فوا. تغسلي 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 وديك الريحه ما تروحش منه، كاينين حتى اللي ما يقدروش حتى ياكلوه. الدجاج هذا ما فيه حتى ريحه ولا طعمه، ماهيش مليحه، دجاج عادي. جربوه حبيباتي وشريوه وديروه لوليداتكم، والله ما راحين تندموا عليه. شوفوا حبيباتي هاي الطريقه كيفاه نقيته وانايا كيفاه خدمته كيفاه نقصه، وكل وحده طبعا الطريقه تاعها. اللي حد ديرو محمر هاي باينه تخلي الدجاجه تاعها مجموله، لازم نحيو هما منحيلو هذوك الاحشاء ونحيلو. بصح نلقاو هذوك الكلاوي ولاصقين ونلقاو هذيك الريه، ولازم نزيدو نحنا نحيو كيش ما هكا طرف هكا تاع شحمه. شوفوا حبيباتي هادو لازمنا نحيوهم ما نطيبوش بهم، يعني ما في الدجاج تاعنا نحيوهم هكا نقيوه عادي كيما نديرو مع الدجاج تاعنا. هما داروا عليه ها وحلال وكل قالوا حلال، وباينه بلي الدوله تاعنا مش حتجيب لنا حاجه حرام وتوكلها لنا، ولا راهو داخل للجزائر بطريقه خير شرعيه، والناس كل راهم شراوه والقنوات كل راهم يجربوا فيه. جربوا حبيباتي كلوه بربي ان شاء الله بالصحه وبالهنا حبيباتي. شوفوا كيفاه انا نحي هكا هكا، هذه هي طريقتي تاع القصان في الدجاج تاعنا العادي ولا في هذا الجويجه. كو تلقاوهم صغيرين وكيما تسمى كيما يبيعوا فيه راهو يبان لي كامل نفس السعر يبيعوا فيه. انا يا شريت شرالي الزوج زوج دجاجات ب 70000، تسمى الدجاجه ب 35000. ها وخير من الدجاج تاعنا اللي ولا الكيلو تاعو ب 50 وب 55. المهم تلقاي حبيبتي واش طيبي هذاك الصدر اللي ما يحبوش ديروا به غاتا، ديروا به بوراك بالبيشاميل، كاين عده وصفات رحيوه تسمى كل وحده. وهاي مبدعه في كوزينتها حبيباتي. شوفوا نقيته هكا مليح ونحطوه في الماء والخل والملح عادي. هنايا دوكا تشوفوا نجي نحي هذيك الريه، الدجاج كلها وفيه الريه هكا لاصقه في العظم هذاك، لقيتها مازالت يابسه ما دابتش مليح. دوكا نخليه حتى نية طرا، لازم نحيها انا هكا ما نطيبوش تما هكا والفنا نحيوها ما نطيبوش بها. نروحوا حبيبتي دوكا ننظفوا هذاك الدجاج تاعنا تاني، ننظفوه عادي ما كان حتى حاجه مبدله، ولا الخل والملح والماء خليته شويه فيهم، ومن بعد زدت شللته، ومن بعد حبيبتي حطوا له الملح وخليوه يترقد في هذاك الملح باه يجي بنين. كاين يقول لك يطيب يجي صامط، ما هو صامط عادي. دوك كاينه وحده يدها هي اللي صامطه، كون طيب حتى باللحم وتجي يدها صامطه. واللي تعرف كيفاه تتعامل معاه، تبلي حبيبتي مليح برك وخليه شويه في هذاك الملح رايح يجي بنين وعادي، ومن بعد زيدو قليوه برك وبالصحه وبالهنا حبيباتي. شوفوا درت له الماء والخل والملح، نشلو هاد التشليله وخليه شويه في هذاك الماء والملح والخل، ومن بعد تشللته وملحته وخليته في هذاك الملح. اللي تحب تزيد دير فلفل الكحل دير ثاني فلفل الكحل،
واللي حدير بها روز ولا دير له تانية كركم ولا زنجبيل ولا واللي راح دير به هكا بركي ما حنايا المرق المرقه البيضاء عندنا في قسنطينه ملح وفي اكثريه في الطياب تاعنا ملح وفلفل الكحل ما نزيدوش تما لي زيبيس غير لكل وحده والذوق نتاعها حبيباتي كاينه اللي تحب تزيد كل وحده واش يحبوا العائله تاعها ها هو بعد ما شللته من هذاك الخل وسيحت هذاك الماء زدت شللته وحطيته في الملح درك حبيباتي هاي التريده تاعنا حطينا البصله راس بصله يكون متوسط على حساب تسمى الكميه اللي حديري حديري كونتيتي كبيره باين بلي راس تاع البصله يكون كبير عندنا مغرفه تاع زبده ولا سمن ونديرو ثلاث مغارف ولا اربعه زيت عادي زيت المائده ولا زيت سونغو هذه الوصفة حبيباتي طلبتها مني صديقة ومشتركة هنايا معايا قالت لي ديريها لنا دقتها عندي حنا التريدان الأكثرية نديرو تاع الدار ميكي خلصت لي وكل دقتها عندي التريدة تاع الموس قالت لي ديريها لي قالت لي ما نعرفش انا ندير التريدة تاع الموس تاع برا قالت لي مرة درتها وتعجنت لي عجبتها الحق ماتت عليها ان شاء الله تشوفها الوصفة وتخلي في الكومنتير ان شاء الله قالت لي ديريها لي بطريقتك في القناة باه نجربها ان شاء الله هاي الوصفة حبيبتي ان شاء الله تجربيها نزيدو فلفل الكحل ونزيدو الملح هادو هما الدواوات اللي نحتاجوهم وتسمى اللي تحب تزيد حاجة ايبيس واحدة اخر ولا هاديك كل وحدة وذوقها حبيباتي نحركو هادوك المقادير مع بعضاهم نحركو مليح حتى يدخلو هادوك الدواوات ونشعلو عليها النار هاي باينة حبيبتي البرمة تاعنا تتقلى مليح الماء السخون اللي تسمى تحب تمرق بالماء السخون بتجيك الماكلة تاعك بنينة ديما نقول لكم حبيبتي مرقوا بالماء السخون طاوة تاع الماء منهيه تسخن كي تتقلى مليح نمرق بالماء السخون نحطها حبيبتي هي تغلي انا الحمص ما نرميهش دركا غير كي نكون تسمى ماهوش طايب نرميه من الاول بصح انا الاكثرية الحمص نطيبو ونحطو في الكونجيلاتور كي نعود في الفورة الاخرى باش نحط الحمص تاعي دوك التريده هذه يا حبيباتي التريده تاع الموس هذه النوعيه اللي درتها انا درت هنايا درت باكي ونص لربع افراد اي فيها هذه الساشي فيها 45 غرام اي ميم با نص كيلو حبيباتي اي 45 450 غرام اها ودرت ساشي ونص ما درتش ساشيات في زوج نديروا لها الزيت حبيبتي حكي مليح انا قصيت شويه نقص من الفيديو وجاني طويل تحكي مليح حتى تتغلف هذيك التريده تاعك تتغلف مليح بالزيت هذا تسمى السر الاول باه ما تعجنلكش هذيك التريده لازم هكا انا حطيتها فارت ودركا هاني نحيتها كي فارت هاني حطيتها حبيبتي في القصعه هذه الفوره تاعها الاولى الفوره الاولى نديروا الملح هادو الحوايج اللي يتباعوا دائما يخي يكونوا ما يديروش فيهم الملح مش كيما تاع الدار كي ديري فيها الملح تاع الدار ما هنايا ما تزيديش الملح نديروا الملح نجيب الكاس تاع الماء حبيبتي وديري بشويه ما تروحيش تصبي الماء فرد خطره انا هاني عمرت الكاس القيس اللي درته انا قلت لك عليه وندير الماء هك بشويه برك نبخها مليح وندخل هذاك الماء مليح فيها وتخليها حبيبتي هاك وشتو القيس تاع الماء اللي درته وتخليها حتى تشرب هذاك الماء تشوفيها شربت تروحي تصبي لها الكميه تاع الماء كامله فرد خطره صبي الماء شويه برك حركيها مليح وخليها تشرب هذاك الماء نزيدو شويه هكا قلت 5 دقائق ولا هاني جيت لقيتها شربت هذاك الماء زدت لها وما درتش الكاس كامل شوفوني خليت ربع كاس درك ولي دارت الكميه اكثر من هذه هاي باينه بلي رايحه تزيد الماء لا كونتيتي تاع الماء المهم سيسوها برك في البخان هذه طرف هذا او فيها بعد في التريده لقيتو هكا وحبيبتي اللي تحب تشري التريده ما تشريش هذه تاع الصغار تشري تاع زوج كيلو تاع زوج كيلو ما شاء الله خير من هذه هذه النوعيه تاعها شويه ناقصه على تاع زوج كيلو تاع زوج كيلو خبيوها وديروا حبيبتي تسمى ديروا لي شات كميه والكميه خطر خاكو تلقاوها الحمص هذا وين انايا نحت الحمص تاعي هاني حطيتها زيت فارط حبيبتي ودركا حطيتها ندير لها الزبده شوفوا الكميه المرق الابيض ولا المرقه البيضاء تحب ليدام والزبده
ما تقولوش اي ميدمه ولا هذه هي البنه تاعها هكا كي ديري لها الزبده. درت زوج مغارف الزبده ودرك نصب لها هذيك لاصوص، نصب لها ونخليها نخليها في هذيك تسمى من ما نشعلش عليها النار، نخليها تشرب هذيك الزبده وتشرب هذيك المرقه اللي صبيت لها. نغطيها دوك نحركها وشوفوا كيف الطريقه كيف تحركوها. تريده تاع المسلوكه ما تسيسوهاش هي تدقدق، تروح بكلتو اللي فتات. حركوها هك بشويه برك، وتحبي حتى تحركيها بفرشيطه، لازم تسيسوها. غطيتها حبيبتي وخليتها حتى شربت المرقه تاعها ولا المرقه تاعها شربت بيها، ومن بعد تحطيتها فارت. شوفوا وين النوعيه كيما قلت لكم، اللي تحب تشري تشري تاع 2 كيلو خا. دوكا نزيد نحطها تفور، هذه الفوره تاعها الاخرى. وحطيت حبيبتي التريده تاع المستحب العظام شرشمين، هذيك تاع الخضره حنا نديروها هكا برك حمص، اللي تحب تحط سناريه تحب ديكوري كل وحده وذوقها حبيبتي، واللي تحب ديرها حمراء ثاني حنا دي فوا نديروها حمراء. وصدقوني حبيبتي ما يديك ما يجيبك، ما كانش قد التريده تاع الدار، يعني ما يجي بنينه وتجي مليحه بصح ما كانش كي التريده تاع الدار. شوفوا درك تاني راني مازال مانيش حنجمر، زدت صبيت لها برك هذيك لاصوص ونزيد نحرك ونغطيها. كي وصلت قربت نحط الغداء باه شعلت عليها وجمرتها، ودوك تشوفوها حبيبتي جات ما شاء الله البنه، زي مع شويه فلفل حار مع شويه سلطه، الله الله. وانتم درتوا غدا ولا اروع كيما يقولوها، وان شاء الله حبيباتي تجربوها ان شاء الله تعجبكم. وشكرا حبيباتي اللي انضميتوا لقناتي جدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي، ان شاء الله يعجبكم وصفاتي، ان شاء الله تجربوهم ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم مره اخرى، وصديقاتي وحبيباتي القدم نقول لكم كثر خيركم، بارك الله فيكم، ربي يجازيكم كل خير، وان شاء الله تلقاو الحوايج اللي يفيدوكم وينفعوكم. راني نمد من قلبي كيما يقولوا، راني ما ندرك حتى استوس وما نبخلش. بعد البنيات الصغار واللي ما يعرفوش ولا العرايس الجدد ولا بربي ان شاء الله رايحين يستنفعوا معايا، وان شاء الله نديو الاجر معاهم. حبيبتي هاي دركا هذا وين راني جيت شافوا، راهي كل حبه وحدها، ما تقولوش هي تلصق ولا تبعوا برك الطريقه وتشوفوا. شوفوا هذوك حبيباتي في صحن التقديم، وبالصحه وبالهنا وسلام.